نروح بعد كده بقى لانفراد اخر وانفراد مهم. البرتغالي فيتوريا بيريرا رئيس لجنه الحكام ابلغ اتحاد الكره قراره باجراءات تعديلات على تشكيل لجنه الحكام في الموسم الجديد. طبعا فيها مفاجات، اولا الاستغناء عن خدمات الكابتن توفيق السيد اللي كان مسؤول عن حكام الدوري الممتاز في الموسم اللي فات. كمان بيريرا بلغ اتحاد الكوره ممثلا طبعا في رئيس مجلس ادارته جمال علام رئيس الاتحاد بانه هيجري تعديلات اخرى على باقي عناصر اللجنه، وده هيعمل بوادر للصدام المبكر كده بين اتحاد الكوره وبيريرا، لان الخواجه البرتغالي عنده نيه للاطاحه بمسؤولين عن التحكيم او المسؤوله كمان عن التحكيم النسائي، وكمان لتغيير المسؤول عن تقنيه حكم الفيديو المساعد، وفي احد اعضاء مجلس اداره الاتحاد معترض على الكلام ده. انفراد النهارده بقى بيريرا طلب الاستعانه بتامر الدري والسيد مراد في لجنه الحكام في الموسم الجديد عشان يكون تامر الدري بديل لتوفيق السيد، وكمان قرر انه يكون مسؤوليه كامله عن تعيين الحكام في الدوري الممتاز ودوري القسم الثاني دون اي تدخل من حد. اتحاد الكره بيحاول يسيطر على بيريرا في الوقت الحالي، وهيعرض عليه تعيين نائب الرئيس لجنه الحكام هيكون مصري، وهيطرح عليه اسمين هقولهم لحضراتكم كمان اهو، سمير محمود عثمان او الكابتن جهاد جريشه. جهاد جريشه وسمير محمود عثمان. بيريرا هيرفض اي تدخل في عمله، وكمان بيريرا عارف ان في بعض اسماء في اتحاد الكره متربصين له وعايزينه يمشي، لكن الراجل ملتزم بتعاقده اللي هينتهي بنهايه الموسم القادم. اتمنى ان اتحاد الكره يدي مطلق الحريه لرئيس لجنه الحكام في اداره اللجنه بالشكل اللي يشوفه في مصلحه التحكيم وتحقيق العداله لجميع الفرق، واتمنى ما يتبعش معاه سياسه التطفيش اللي عملوها مع كلاتنبرج لو تفتكروا الموسم اللي فات ده. تمني يعني سيبوا الراجل يشتغل، سيبوه يشوف شغله، عشان لو انتوا عايزين تطوروا منظومه التحكيم اختبروا الراجل، شوفوه لاخر الموسم وقرروا اذا كان هيكمل معاك ولا لا، لكن مش وهو شغال وهو ليه صلاحياته الكامله تروح عايل تفرض عليه اسماء او تقول له اسماء. مع احترامي ليهم كلهم اسماء كبيره طبعا، لكن سيبوا الراجل يشتغل، سيبوا الراجل يشوف هو بيعمل ايه، سيبوه يشتغل يا جماعه بس.